اهلا بيكم، معاكم احمد عمرو aquatips.com. هل بتعمل نفس نوع الضغط من سنين ومفيش اي تطور انت ملاحظه في الفتره الاخيره، ده غير طبعا الزهق؟ النهارده احنا هنشرح ازاي تخلي تمرين الضغط اصعب، او تمارين الدفع عموما تكون اصعب، يكون فيها تحدي اكتر، تعمل لك نتائج احسن من ناحيه اكتساب القوه او اكتساب الحجم العضلي. فهنتكلم عن 5 طرق تعمل بيها القصه دي. قبل ما نبدا يا ريت سبسكرايب وجرس التنبيهات، واعملوا لنا فولو على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام تيك توك، رابط الكلام ده في الشرح. اول طريقه ان انت تصعب بيها تمرين الضغط هو ان انت تغير الزاويه. لو انا بمرن حد مبتدئ وما عملش ضغط في حياته قبل كده، فانا هخليه يعمل ضغط على حاجه مرتفعه عن الارض بالمنظر ده. كل ما الارتفاع ده اتقل كل ما التمرين هيكون اصعب، كل ما بتقرب الارتفاع ده من الارض كل ما التمرين بيكون اصعب لحد ما يتمكن ان هو يعملها على الارض. بعد كده الليفل الثاني يبدا ان هو يرفع رجليه. بقى ما كنا رافعين نصه الفوقاني او الابر بودي، هنبتدي دلوقتي هنرفع اللور بودي، فهيرفع رجليه وهيبدا ان هو يعمل الضغط. وكل ما الارتفاع ده عالي كل ما هيكون في تحدي اكتر. بعد كده المفروض ان هو يغير الزاويه بتاعه الجسم، يعني بدل ما يكون جسمه افقي هيبقى جسمه راسي بالمنظر دوت. ساعتها التركيز هيكون اكتر بكتير على الكتف، فممكن ساعتها ان هو يعمل البايك بوش ابس، ولما يتمكن منها ويعمل عدات اكتر هخليه ان هو يعمل الهاند ستاند بوش ابس، او ان هي تكون رجليه فوق بالمنظر دوت ويبدا ان هو يشتغل التمرين. فده طبعا هيكون احسن وهيكون اصعب بكتير. الطريقه الثانيه ان انت تصعب بيها تمرين الضغط او تمرين الدفع هو ان انت تزود مدى الحركه او الرينج اوف موشن. لو انت بتشتغل ضغط على الارض فانت في ليميتيشن، او صدرك بيخبط الارض ومش تقدر خالص ان انت تنزل اكتر من المدى ده. فعلشان تنزل اكتر هتبتدي ان انت تحط ايدك على حاجه مرتفعه زي مثلا البريكس اللي هي بتاعت اليوجا بالمنظر ده، او زي هاندلز او اي حاجه انت بتلاقيها في الجيم عندك. فده هيزود لك مدى الحركه في النزول عن الضغط العادي اللي هو بيكون على الارض، فبالتالي هيشغل عضلات اكتر. الطريقه رقم 3 بتكون ان انا اشتغل تمرين الضغط على سطح يكون غير متزن او غير مستقر. مثال على كده ايه؟ السويس بول او البوزو بول. ديت البوزو بول اللي هي نص كوره ديت، والسويس بول اللي هي الكوره الكبيره، وتبتدي ان انت تعمل ضغط سواء على دي او على دي. فده طبعا هيخليه اصعب من ان انت بتعمله على الارض. والطريقه اللي احسن من الاثنين دول في رايي بتكون الرينجز او الحلقه بتاعه الجمباز. دي من احسن الطرق اللي انا بحبها، اتمرنت عليها كتير زمان وعملت معايا نتائج حلوه جدا. الطريقه الرابعه هي زياده الوزن. بعد ما اتقنت ضغط سواء من الارض او سواء من حاجه مرتفعه شويه زي ما وضحنا، المفروض ان انت الخطوه الجايه ان انت بتعمل متوازي. المتوازي برده مع الوقت هيكون سهل وهتعرف تعد فيه عدات كتيره ومش هيعمل لك النتيجه اللي انت عايزها. فمع الوقت بعد كده المفروض ان انت تضيف اوزان او تستعمل اوزان اضافيه بالحزام دوت او بالويتد فيست او ايا كانت الطريقه، بس الحزام بيكون افضل حاجه في رايي. وساعتها هتعرف تتحكم في المقاومه. عايز ان انت تحط وزن تقيل تعمل بيه 5 عدات او 4 عدات بس هتعرف. عايز تحط وزن اقل شويه تعمل بيه من 8 ل 12 هتعرف. ساعتها هتعرف تتحكم في المقاومه كانك بتعمل جيم بالظبط. الطريقه الخامسه بتكون الاكسبلوسيفنس او القوه الانفجاريه، او ان انت وانت بتزق الارض عايز دراعك يسيب الارض في كل عده. واحسن طريقه بتكون خفيفه على المفاصل للناس يعني لسه عايز تبدا الموضوع ده، هو ان يكون في حاجه على يمينك وشمالك انت بتطلع عليها. لما بتطلع على حاجه مرتفعه زي دي فما بترزعش دراعك في الارض في كل عده، فبالتالي ده بيكون خفيف على المفاصل لو انت لسه المفاصل بتاعتك مش واخده على الكلام ده. فطبعا ال5 طرق دولت انت ممكن تنجز فيهم الى ما لا نهايه. المتوازي ممكن ان انت تعمله على متوازي ثابت، ممكن ان انت تعمله على رينجز، الضغط اللي على ايدك ممكن ان انت تعمله على الارض عادي، او ممكن تعمله على حاجه مرتفعه شويه، ممكن مع الوقت ان انت تعمله وانت مش ساند رجلك على حاجه خالص يبقى فري هاند ستاند بوش ابس. فالموضوع ملهوش نهايه، بس ما تفضلش لازق في نفس نوع الضغط اللي انت بتعمله. حاول دايما تكون بتعمل حاجه جديده، بس ده مش معناه ان انت تغير تمرينتك كل مره. اثبت على نفس التمرينه من 4 ل6 حصص او 4 ل6 اسابيع، كل حصه او كل اسبوع انا بزود اوزاني او عداتي او مجموعاتي لحد ما بوصل للاسبوع السادس تقريبا ما بعرفش ازود اي حاجه تاني. فساعتها بغير التمرين، بعمل حاجه جديده وابدا على الهادي خفيف خفيف وافضل ازود شويه شويه وهكذا. الفيديو اللي جاي هيكون عن العقله من الاسهل للاصعب، فاعمل جرس التنبيهات عشان ما يفوتكش، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.